مرة أخرى من داخل بوابة الوفد، هذه المرة الآن معي الأستاذ عصام نبوي سكرتير تحرير بوابة الوفد. أهلا بك. أين ستأخذنا في الصفحة الرئيسية لصفحة احنا عندنا هنا مشاركة مهمة جدا جدا عاملينها عن تأجيل الانتخابات، اللي هو مصدر عسكري كان صرح أن الانتخابات ستؤجل إلى ما بين نوفمبر وأكتوبر وهيبتدي العدالة من سبتمبر. فطبعا احنا طرحنا في المشاركة على البوابة ان احنا بنأخذ آراء القراء عن انتخابات البرلمانية، هل يتجه بالبلاد للفراغ والفوضى ام مجرد اتاحة وقت لانضاج العملية الديمقراطية؟ التأجيل ده ممكن يودينا الفراغ وكده ولا ممكن يكون طبعا استطلاع للرأي يعني. طبعا البعض بيرى ان هذا التأجيل طبعا هو محاولة لتطويل امد الجيش، في ناس بتظن يعني البعض دول نسبتهم قد ايه؟ لا في تجارب كتيره خاصه قوى السياسه. لا يعني هل الاستطلاع على الصفحه الرئيسيه احنا بنعمل يبين احنا بنعمل مشاركه، بيدخل عندنا قراء طبعا بيقولوا ارائهم وبيصوغوها وبيدللوا عليها باثباتات وكده. ففي ناس كتيره بتقول يعني بتقول ان الجيش بيطول الامد عشان يبقى في السلطه وكده دون النظر الى الحاله الامنيه الموجوده في البلاد وتصاعد قوه التيارات السلفيه، انما اخرين يعني بياكدوا ان التاجيل ده هو مفروض مهم يعني لان هو بيتيح الوقت للحملات الانتخابيه تاخد مجراها، وان الاحزاب السياسيه بتعد الخطط بتاعتها بعد شهر رمضان وبعد اجازه العيد لتطرح رؤيتها للناس يعني، فبيشوفوا ان التاجيل ده مناسب وقوي في ظل الناس الثانيه شايفه التاجيل ده مش طيب. ما هو اجدد خبر سياتي على الموقع او موجود على الموقع الان؟ عندنا اولى الثانويه العامه اتمنى اعدام رموز مبارك. طبعا احنا دايما بنبقى شغوفين جدا ان احنا نسمع اراء اوائل طلاب الثانويه العامه فيما يخص الثوره يعني. عندنا الطالبه الاولى المتفوقه اللي هي اولى على الجمهوريه اللي فاطمه الزهراء بتقول كلام جميل جدا يعني، وراء بتقول احنا ممكن احنا نشعر بيها ونحس ان هي ممكن تكون يعني طالبه الثوره، بتقول ان انا اتمنى اعدام رموز نظام مبارك، وتقول رغم ظروف الضغط بتاع الثانويه العامه انما كانت سعيده جدا بالدلاع الثوره، وكانت بتضيف ان البلد كانت هتخرب وان هي بتتمنى يعني محاكمه رموز النظام السابق وعدمهم في المدينه العامه عقابا لهم على ما اعترفوه بحق الشعب المصري. فاطمه الزهراء قالت انها تهدي نجاحها الى والدها ووالدتها والى ارواح الشهداء في يناير يعني. طب ننتقل الى خبر اخر موجود الان على الصفحه. عندنا برضو ساينس مونيتور في خبر متشددو الامس يحكمون طبعا في ظل التصاعد الشديد لقوه الحركات الاسلاميه والفصائل السلفيه بعد الثوره، وده طبعا ملحوظ يعني، واستخدام الكلمه الدينيه وحماس لالهاب حماس الناس واشعالها والتي ظهرت جليه طبعا في الاستفتاء الاخير اللي هو استفتاء الدستور يعني. صحيفه كيسان ساينس مونيتور اليوم تحت عنوان متشددو الامس حكام اليوم بتستغرب مما اسمته بانقلاب الاوضاع في مصر، حيث قالت ان متشددو الامس اللي هم الجماعات الاسلاميه فيها كثير من قتله السادات او كده والذين كانوا ممنوعون تماما من مزاوله اي نشاط سياسي خلال عهد مبارك اصبحوا اليوم لهم كلمه العليا في تحريك الناس، كما اشارت الصحيفه انهم باتوا قريبين جدا من الوصول للحكم. نعم، ننتقل الى عنوان اخر. عندنا برضو خبر مهم عن الصقر احمد حسن كابتن النادي الاهلي اللي هو لكن الصقر. قبل هذا العنوان يعني ربما لفت انتباهي الان سليمان كان رجل ليبيا في مصر. طبعا شلقم الليبي كان النهارده بيقول كلام مهم جدا، بيقول ان سليمان كان بيعتبره القذافي رجل ليبيا في مصر، بس طبعا كلام يعني في ظل الاوقات دي فما بناخدش الكلام ده يعني ما نعرفش ان يعني. إذن هكذا هو ترتيب الأخبار هنا على الموقع أولى الثانوية. أتمنى إعدام رموز مبارك. ساينس مونيتور متشددو الأمس يحكمون مصر. شلقم سليمان كان رجل ليبيا في مصر. أبو شقة يرفض الدفاع عن متورطي الجمل. الصقر جوزي والقيعي كذابين. مسيرة بمطار القاهرة لإقناع مناع. تأجيل محاكمة سالم وفهمي لسبتمبر بعد قليل نتيجة الثانوية العامة. نتيجة الثانوية الأولى 82% والثانية 87%. السلمي والببلاوي مرشحان كنائبين لشرف. الثوار يستعدون لإسقاط طرابلس. بالظبط كده. أحمد حسن عندنا برضو النهاردة بينتقد تصريحات مانويل جوزي، فبيقول يعني ان هو يعني استغنى عنه عشان عنده 37 سنه. بيقول احمد حسن بيرد رد قاسي النهارده، بيقول ان مانويل جوزي دايما كان يقول خلال الشهور اللي فاتت ان انا ممكن العب لمده 3 سنين لقدام، فاحمد حسن بينتقد تصريحاته دي وبينتقد تصريحاته برضو اللي بتقول ان احمد حسن بيفاوض الزمالك عشان كده واستغنى عنه. بيقول طب ما هو كان بيفاوض انجولا لمده سنتين وكان باقي في الاهلي، فطبعا بينتقد دوا جدا وبيقول ان الاهلي خدعني وبيتهم سيد عبد الحفيظ وبيتهم القيع وبيتهم جوزي بالكذب يعني. طيب ننتقل الى عندنا ايضا صور لاوائل الثانويه العامه موجوده على الموقع وبعض العبارات يعني ممن
مما قالوه بعد معرفتهم بالنتائج. الصور صور الأوائل جميعها على بوابة الوفد الآن تعرض. عندنا خبر ظريف برضو، محافظ القاهرة النهاردة طلع تصريح بيقول إن موائد رمضان هتكون بتصريح من المحافظة، فطبعا هو يعني بصراحة التصريح ده كأن موائد رمضان هي اللي عاملة حالة من الفوضى وفي البلد. هي يعني دائما كان لها تصريح ام هذه السنة سيفرض؟ لا هذه السنة صرح هذا التصريح، فاحنا مندهشين لان البلد كلها مليانة باعة جايين ومليانة فراغ امني ومليانة مثلا فوضى، فمش معقولة يعني موائد الفقراء هي اللي هتكون يعني هي فكانت طيب. خبر غريب جدا يعني. خبر اخر، ففوكس نيوز الافغانيات يقودنا طائرة. خبر اخيره كان خبر ظريف جدا، طبعا احنا بناكد تاني على عاملين برضو استطلاع راي هنا على البوابه ان اقصاء وزير الداخليه العسوي 550 لواء وحوالي 84 عقيد وعميد، هل ذلك مثلا سيؤدي الى حاله ان استقرار الامن مره ثانيه او كده؟ فطبعا بعض معظم القراء يعني بيقولوا نعم، فنتمنى ذلك ان شاء الله ان يكون دي وسيله برضو. معظم يعني النسبه كام؟ نسبة يعني مثلا ممكن مثلا نسبة 70% ل 30%، كله بيقول نعم ان لا يعني هل الموقع بيوري النسبة؟ طبعا بيكون موجودة يعني لو حضرتك نزلت تحت الاستطلاع، بس انت مش مفيش عرض هي بس مش واضح هنا مش واضح عندك. طبعا حركه التطهير احنا بنقول حركه التطهير الداخليه هل تؤدي لحاله الاستقرار؟ فهي باينه هنا طبعا نسبه 70% نسبة تتمنى بتقول ان حركه التطهير دي هتؤدي لحاله من الاستقرار، وهيكون طبعا في ضباط جدد وهيكون طبعا قيادات جدد هتاخذ بروح الثوره يعني. طيب من بعض العناوين هنا، اعرف حقق مركز القاهره يطالب باعلاء قيم الديمقراطيه. طبعا احنا هنا السكشن بتاع اعرف حقك بنجيب حاجات لقطات مهمه جدا بنبين فيها مثلا بعض القضايا القانونيه والحقوقيه اللي بنوري فيها المواطن مثلا حقه ايه او ممكن يتجه ازاي في بعض القضايا المهمه يعني في البلد. طيب ننتقل الى اين؟ الحوادث. عندنا برضو النهارده طبعا حازم صلاح ابو اسماعيل اللي هو مرشح للرئاسه كان طبعا وجه هجوم ضاري للمجلس العسكري في احدى مؤتمراته، انتقد الوثيقه الحاكمه للدستور التي يقوم المجلس العسكري والقوى السياسيه باعدادها، اكد انه لا يوافق على ان يكون المجلس العسكري والقوى الوطنيه بديلا عن الشعب في وضع دستور الذي سيتحاكم به. يعني هو بينتقد طبعا الدستور ده المفروض يكون من باطن الشعب وطالع من باطن عملنا يعني. نعم، ايضا من بعض الاشياء التي ايضا موجوده على الموقع فيديوهات وكاريكاتير، منها فيديو للأغلبية الصامتة وتحته عنوان الأغلبية الصامتة هم مؤيدو العدلي ومبارك سابقا، طرد أحد التلفزيونات من ميدان التحرير في جمعة الانذار الأخير، خطيب النور لن نحكم إلا بكتاب الله. هذه بعض الفيديوهات الموجودة الآن على بوابة الوفد، أين ستأخذنا الآن؟ طبعا فيديوهات الوفد في اشتباك صارخ جدا بين مؤيدي، طبعا الناس بتظن ان مثلا بيطلعوا بيأيدوا نظام مبارك اللي هو في كان امبارح في روكسي وكده، لكن هم بيقولوا ان احنا مش طالعين نأيد نظام مبارك او غيره، لكن احنا بننتقد الحاله اللي وصلت ليها البلد دلوقتي خاصه فيما يحدث في التحرير والاشتباكات الحاصله. بيقول ان مثلا مطالب الثوار بتاع له مره ورا مره ورا مره بتاع له اكتر من اللازم يعني، فهم بيقولوا ان احنا مع محاكمات رموز النظام ومع علانيه محاكمه رموز النظام، لكن ننتقد الحاله اللي هو الحاله الثوريه الفجأة التي بدات تتصاعد في الفتره الاخيره يعني. نعم، من بعض العناوين تحت عنوان اخبار وتقارير مظاهره امام الانتاج الحربي للعوده للعمل، سفاره مصر تنفي رفض منح تاشيرات للفرق الرياضيه، الامارات تتبرع لليمن بثلاثه ملايين برميل نفط، عزل مجلس اداره جمعيه تحفيظ القران بزفتة، تقارير قرينة ملك المغرب أهدت لفني عقدا لا يقدر بثمن، اغتيال وسيط بين المحتجين والسلطة بسوريا فض اعتصام لشباب الثورة بالغربية بالقوة، انفجار في الجزائر يسفر عن مقتل 2، شباب الثورة بالغربية يطالبون بإقالة المحافظ، فض اعتصام لشباب الثورة بالغربية بالقوة، العثور على غواصة ألمانية غرقت منذ عام 1943، شباب الثورة يهاجمون الإعلام الرسمي، التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة صيادلة مصر، اعتماد تشكيل إدارة التفتيش القضائي
وفروعها. سكوتلاند يارد يوافق على تظاهرات المصريين. السودان يطرح عملة جديدة. طبعا البوابة بتتميز بمتابعة أخبارها دايما بالصور وبالفيديوهات لحظة بلحظة، وده بيميز البوابة في ظل الأحداث الموجودة. وكلنا تغطية طبعا متفردة جدا في السويس في الاعتصام في شارع الأربعين. نعم أستاذ عصام نبوي سكرتير التحرير بوابة الوفد، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا إذن كانت هذه بعض التفاصيل التي ستقرؤونها غدا على صحيفة الوفد أو الآن على بوابة الوفد. مزيد من التفاصيل تأتيكم من صحيفة جديدة غدا في حلقة جديدة من سكرتير التحرير. إلى اللقاء.